ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا وبنكمل معاكم فقرة استوديو الحريفة. بس خلونا بقى نروح من كرة القدم لكرة اليد. والحقيقة كرة اليد بيقدم فيها منتخبنا الوطني أداء قوي جدا في بطولة كأس العالم واللي حسم فيها امبارح تأهله للدور الرئيسي بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة ومن قبله كرواتيا والمغرب. ومعانا في الاستوديو التحليلي كابتن محمد عبد الوارث نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد واللي هيكلمنا عن الثلاث مباريات اللي عدوا والخطوات اللي جايه لمنتخب مصر في البطوله. مرحبا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بك. منورنا. منوركم طبعا. خلينا نبتدي من ماتش امبارح. شفت ماتش امبارح ازاي؟ مصر وامريكا فوز يعني ما فيش يعني فوز مستحق 100%. تمام. طبعا مباراه امبارح مباراه كانت طبعا بالنسبه لمنتخب مصر انا شايفها من وجهه نظري هي مباراه تدريبيه تجهيز للمرحله اللي بعدها. منتخب امريكا لسه تقريبا دي اول مشاركه ليه، ما شاركش قبل كده، لسه منتخب جديد، لسه الرياضه عندهم هاندبول لسه بادئه تقريبا ما بقالهاش كتير. فمباراه امبارح طبعا مش هيبقى فيها كلام كتير ان هو بيقدر يجرب المجموعه اللي هي ازاي، يعني خطه تدريب بالنسبه لي يعني انا شايفها دي من وجهه نظري، يعني ان هو كانت مباراه تدريبيه مش اكتر ولا اقل. المباراه اللي كانت قبليها كانت مباراه المغرب. كانت مباراه لحد ما طبعا ان احنا قدرنا نسيطر عليها من البدايه. مباراه كرواتيا طبعا مباراه طبعا منتخب قوي، منتخب ليه اسمه، الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب عليه وبالسكور ده طبعا دي حاجه كويسه جدا تحسب لنا، ودي بتبقى توابع من قبل كده ان هو منتخبات العالم دلوقتي كلها بقت عامله لمصر حساب في البطولات، بقت احنا منتخب قوي جدا، بقينا من ضمن الاربعه اذا كان اولمبيا او عالميا، فطبعا دي حاجه تشرفنا طبعا ودي حاجه كويسه للمنتخب الفتره دي. الماتشات اللي عندنا الفتره الجايه يمكن من اهمها او يمكن من صعوبتها اكتر واحد الدنمارك، لان الدنمارك خدوا يمكن اللقب موسمين حامل لقب. فشايف المباراه دي هتبقى عامله ازاي؟ مباراه طبعا الدنمارك طبعا ليها طابع خاص، طبعا على اساس ان المباراه الاخيره اللي كانت في كاس العالم كانت عندنا هنا، طبعا المباراه وصلت لاكسترا تايم لضربات جزاء طبعا ما حالفناش الحظ فيها، فطبعا دي هتبقى مباراه قويه جدا، مباراه كل منتخب هيبقى عايز يبقى هو المسيطر للمجموعه بتاعته، عايز يقول انا موجود، عايز يدي الخضه لباقي المنتخبات ان هو انا موجود، ابعدوا عني، ما حدش يفكر ان هو يقرب مني، فدي هتبقى هي دي اللغه ما بينهم وما بين بعض يعني. دي اصعب مباراه. طبعا. اداء اللعيبه بقى، احنا عندنا طبعا لعيبه كتير في المنتخب محترفين ولعيبه كبار، بس هل شفت الاداء ده كان متوقع من كل لاعب ولا في لعيب كان بالنسبه لك مفاجاه؟ لا، ما انا اللي كان بالنسبه لي مفاجاه ان هم كان في اتنين لعيبه، محسن رمضان ومهاب سعيد. مهاب سعيد لسه لعيب صغير، لسه بالنسبه له اول بطوله، محسن نفس الكلام برضو، هم فرق ما بينهم وبين بعض سنتين تقريبا. محسن كان اداؤه هايل جدا في ماتش كرواتيا، ادى دوره 100%. هو ومهاب، مهاب ما لعبش كتير في المباراه دي بس ادى، كان في بدايه المباراه كان دوره كويس جدا. هم قدروا يسدوا الثغره بتاعه يحيى خالد اللي هو ربنا يشفيه طبعا ويرجعه للملاعب بالسلامه، الاصابه بتاعته دي كلنا كنا متخوفين منها، كانت طبعا عامله دروب مع اعتزال احمد الاحمر، راجل خبره، راجل قائد منتخب، فدي طبعا كانت بالنسبه لنا، دي كانت بالنسبه لي هي المفاجاه ان هم يطلعوا بالشكل ده، دي طبعا كانت بالنسبه لي مفاجاه ودي بدايه ليهم ان شاء الله في البطوله. في لعيبه كمان كتير من النادي الاهلي يعني. لا، في لعيبه كتير موجوده طبعا في النادي الاهلي، محسن رمضان من النادي الاهلي، مهاب سعيد من النادي الاهلي، ابراهيم المصري، حميد، احمد عادل، لعيبه، وعلي زين طبعا كان من ولاد النادي الاهلي. لا، في مجموعه كتيره طبعا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي طول عمره يعني بيبقى متواجد في البطولات العالميه، من اغلبيه اللعيبه بتبقى موجوده يعني في المنتخبات. منتخب كره اليد من المنتخبات يعني كره اليد تحديدا واخده دلوقتي بقت يعني نقدر نقول ايه منتخب عالمي. شايف ايه اللي مخلي كره اليد رايحه في الحته دي؟ والله هي انا بشوفها في حاجتين، ان طبعا اول حاجه ازاي ان انا بحط بلان اللي انا بمشي عليه، زائد ان طبعا احنا بدات الاتحاد يتجه للاحتراف، يسيب اللعيبه تحترف، بدا الموضوع بقى مفتوح
فدي طبعا دي حاجه بتفيد المنتخب طبعا، وبدليل ان احنا بدانا نشوف لعيبه موجودين دلوقتي ليهم يعني اسم كبير جدا في الدوريات الاوروبيه زي سند بقى دايما بقاله يعني 3 سنين متتالي هو هداف الدوري الفرنسي، من احسن لعيبه بيبقى موجود في الدوري الفرنسي. يعني انا شايف ان هي طبعا دي حاجه فرقت كتير، بتفرق في التفكير طبعا، اللعيب ازاي بيعيش دور الاحتراف، ان هو ازاي بيبقى مسؤول، ازاي بيبقى يتعايش، ان هو انا باكل ايه، ما بنام امتى، ايه المفروض ان انا اعمله، الالتزام بالظبط. طبعا دي بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، زائد ان في لعيبه طبعا كتيره موجوده من المنتخب موجوده في الاحتراف وليهم اسامي كبيره جدا، علي زين، ممدوح هاشم، احمد هشام، دودو، خيري كان موجود برضو في اوروبا ورجع، محمد علي موجود، كريم هنداوي برضو قضى فتره ورجع، حميد نفس الكلام برضو راح فتره ورجع. فدي انا شايف ان دي بتدي للعيب ثقه كبيره جدا، زائد ان احنا الفترات القديمه احنا لما كنا بنشوف لاعبين الدول الاوروبيه اللي هو انا بشوفه انا شايفه في حته تانية، فلما انا ببقى موجود معاه منافس في الدوري بتاعه بقى الحته دي بتتكسر. يعني انا بالنسبه لي كلعيبه انا الحته دي بتتكسر، ان انا زيه انا ممكن اكون في فرقه واحده زي علي زين كان في برشلونه معاه نجوم العالم كلها، واخد تشامبيونز ليج مع برشلونه، فايه المشكله ان انا ابقى زيك؟ فهي دي الحته اللي اتكسرت ما بيننا وما بين الدول الاوروبيه، فبقينا الموضوع بالنسبه لنا بقى سهل جدا في البطولات ان احنا نقدر نوصل للحلم اللي هم وصلوا له، ليه لا ان احنا ما نقدرش نوصل له؟ يعني تحس في تفكير دايما خارج الصندوق، يعني في حاجات بتتعمل مختلفه مش متعودين عليها في الرياضه، يعني كره اليد كره جريئه كده، قراراتهم احنا لعبه عنيفه، احنا لعبه عنيفه طبعا، عندنا لعبه مختلفه تماما، مش شرط ان انا ابقى مولود حريف اقدر اشتغل على نفسي، هي لعبه يعني لعبه بتتصنع، ان انا اقدر اصنع لعيب مهاريه اكتر، لا المهاره مش مطلوبه قوي قد ما انا ان انا اقدر اخلق لعيب ان انا اقدر اوصله للفورمه اللي انا عايزها. غير مثلا كره القدم مثلا، عشان ابقى اوصل لحته معينه لازم تبقى عندي حته المهاره، لكن الهاندبول عندنا مش دايما تبقى لازم حته المهاره موجوده، ان انا اقدر ازاي، هي لعيبه بتتصنع، يعني ازاي انا اقدر اصنع لعيب، دي في الهاندبول بالذات، فدي عندنا القاعده كبيره جدا، في مدربين كتيره بتبدا تشتغل على الحته دي، انديه كتيره جدا يعني بدات تخصص مدربين وبدات تخصص حاجات معينه ان هم يقدروا يشتغلوا على اللعيبه دي، ومن ضمنها النادي الاهلي بدا الفتره الاخيره دي بدا ان هو يبدا يشتغل على المواهب اللي بتبقى موجوده من اول الاكاديميات لغايه ما بيطلعوا الناشئين، فدي حاجه طبعا كويسه، دي اللي بتختلف، وده الفكر ان الدول الاوروبيه كلها المفروض ان هي تشتغل عليها، فاحنا ليه لا ان احنا نشتغل عليها، يعني بدانا نفكر بالاسلوب ده. مظبوط. نروح لجزء مهم جدا، وبما ان حضرتك لاعب سابق لكره اليد، الرياضات الاخرى بشكل عام، شايف الدعم او اهتمام الناس او اهتمام الدوله بالرياضات الاخرى اختلف بنسبه قد ايه؟ وكمان يمكن لما اتكلمنا عن علي زين، يمكن علي زين لما كان واخد تشامبيونز ليج كان متضايق قوي ان ما حدش طبعا فخلينا نتكلم عن الجزء ده. هتكلم على الجزئيه بتاعت علي زين، طبعا دي بالنسبه لاي لعيب ان هو يبقى راجع رافع علم مصر قدام الناس كلها، انا راجل ده وصلت لمرحله ان انا باخد تشامبيونز ليج زي ما فيش فرق ما بيني وبين محمد صلاح، انا زيه يعتبر. دي حته برضو بتضايق، ممكن تكون يعني خانهم التعبير ان اللي او الوقت نفسه ما كانش مسامح ان هو يحصل في اللقطه بتاعت علي زين، ان هو يبقى الاستقبال وان يحصل، هو حصل بعد كده، بس هي بتبقى احنا كلعيبه بتبقى بالنسبه لنا ان انا نازل من المطار، نازل انا عايز ابقى اشوف الناس قدامي، عايز احس بالاهتمام اللي انا عملته. طبعا دي بتبقى الحته دي، هو طبعا من حقه ان هو يزعل، بس هم طبعا تداركوا الامر وبداوا يشوفوا الحته دي وعملوا له طبعا احتفاليه كويسه جدا، ودي انا شايف ان هي طبعا بالنسبه له كانت حاجه كويسه ان هو شرف اسم البلد ان هو يبقى موجود في وسط العمالقه اللي موجودين دول. طبعا انا هنتكلم بقى الجزئيه الثانيه اللي هي الرياضات. انا شايف طبعا ان الدوله دلوقتي يعني لا في سبوت كبير جدا على جميع الالعاب مش كره القدم بس، دي حقيقه. يعني دلوقتي عندنا لعيبه كتيره الالعاب الفرديه كمان عامله انجازات، موجوده اوائل العالم واولمبيات، لا انا شايف ان طبعا لا الدوله بدات
تشتغل على الحته دي، بدا في دعم كبير جدا من الرياضه. لا انا شايف ان الموضوع اتغير كتير جدا غير الاول. السوشيال ميديا طبعا غيرت حاجات كتيره جدا. صح، يمكن السوشيال ميديا عملت سبوت على السكواش، على اليد، على السله. بقى في الاطفال الصغيرين بقوا طالعين لاقيين ايدلز في رياضات مختلفه، وده اللي بيطلع جيل تاني مهتم بحاجات تانيه غير كره القدم. دي حقيقه، دي حقيقه. احنا حتى عندنا في الهاندبول طبعا، عشان انا راجل طول عمري في الهاندبول، فكم الاطفال اللي بتبقى عايزه تلعب اللعبه، حتى لو هو امكانياته ما تسمحلوش ان هو يلعب اللعبه، بس هو شايف يعني لعبة بتحقق إنجازات، لعيبة بتحقق إنجازات فردية. فهو إحنا بقى عندنا كم أطفال غير طبيعي زادوا جدا جدا. يعني هو إحنا تقريبا ممكن تريبل، مش يعني مش دبل التريبل، يعني بقى عندنا قاعدة غير طبيعية موجودة في الهاند بول. ودي برضو دي بتسبب مشاكل للجهاز المسؤول عن القطاع الاكاديميات والناشئين. فانا شايف طبعا دي ربنا يعني يتولاهم في الحته دي. هو طبعا بيبقى الموضوع صعب الاختيار نفسه، ان هو برده في حته اللي هو انا برده في الاول وفي الاخر ده طفل، ان انا مش هقدر اخسر بخاطره. فدي طبعا بتبقى عندنا مشكله كبيره جدا بالنسبه للناس المسؤوله. طبعا بتبقى دي حته برده الواحد برده بيحسها ان هي طبعا بتضايق. كابتن محمد، حراس المرمى كان ليهم دور كبير قوي في البطوله، شايف ازاي ادائهم؟ حراس المرمى لعبه الهاند بول دلوقتي هي فاقت ال 80%، يعني وصلت ل 70-80%. هو دي طبعا دي حاجه مهمه جدا، حراسه المرمى. انا من وجهه نظري طبعا هي حاجتين، انا عندي دفاع وحارس مرمى. انا بالنسبه يعني مكسب المباراه وصل بالنسبه لي، عديت ال 80%، ما دام عندي حارس مرمى ودفاع كويس خلاص الموضوع انا ببقى مطمن. دي بتبقى بالنسبه لنا طبعا. انا شايف ان هي حراسه المرمى الفتره دي مجموعه هايله، كمان فيها عصام الطيار مش متواجد معاهم في البطوله دي لظروف. شايف ان احنا عندنا حراسه مرمى طبعا عاليه جدا، تقريبا كلهم احترفوا بره، ما فيش حد تقريبا ما كانش. يعني عصام الطيار نادي الاهلي، هو بيلعب في الدوري الالماني دلوقتي، كان كريم هنداوي، كان دوري المقدوني، دوري التركي، كذا دوريات غير الخليج طبعا. حميد برضو راح بولندا تقريبا احترف فيها، خد يعني فتره 6 شهور. محمد علي من هنا، من اهلي لزمالك للدوري الفرنسي للدوري الاسباني دلوقتي. لا طبعا حراسه المرمى بالنسبه لنا، انا شايف ان انا يعني العشر سنين قدام انا مطمن فيها، غير الاجيال اللي لسه فيه موجودين حراسه مرمى، موجودين لسه في الناشئين تحت حراسه هايلين طبعا. صح مظبوط. عايز اسالك على حاجه، انت بتحب الكوره ولا زي اغلب لعيبه الرياضات الاخرى ما لهمش في الكوره ما يحبوهاش؟ لا انا بحب الكوره، وانا صغير اصلا كنت هلعب كوره، بس لا. كملت المسيره بعد سامح، يعني سامح اللي حببني في الهاندبول. اوكي. فاتجهت بقى في اتجاه تاني اصلا. بس لعبت كوره في الاول؟ طبعا. مفيش حد ما لعبش، مفيش حد ما جربش ناس الا انا. يعني بالظبط. انا على فكره كنت بلعب كوره وانا صغير. بجد؟ لا عشان انا كل بنت على 3 ولاد، فكانوا بيلعبوني كوره غصب عني. ما هي لا هي كره القدم طبعا محدش يقدر، يعني مفيش حد تقريبا ما لعبهاش. دي طبعا اللعبه اللي احنا اول ما اتولدنا شفناها، هي دي اللي موجوده على الساحه، هي رقم واحد عندنا في مصر. فطبعا وضع طبيعي ان مفيش يعني وضع طبيعي يكون لعبت كوره. اكيد. نرجع لكره اليد، شايف حظوظ مصر ان احنا ممكن ناخد كاس العالم السنه دي؟ انا شايف ان يعني الطريق بتاعنا، انا شايف ان الحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا مستقره تمام. اتجاهنا ان احنا نبقى في المربع. انا شايف من وجهه نظري ان شاء الله ان شاء الله يعني منتخب مصر هيبقى موجود في المربع، وان شاء الله يبقى يرجع بميداليه. انا ده من وجهه نظري يعني بالشكل اللي انا شايفه لغايه دلوقتي وبالاداء اللي الفريق عامله. زائد ان يعني زي ما قلت في البدايه، منتخبات العالم كلها بقت بتعمل لمنتخب مصر حساب، بقوا عارفين هم هيلعبوا مين. فرقه قويه، فرقه عنيده، مش سهل ان انا ابقى هنزل العب منتخب مصر ان انا ابقى ضامن المكسب. صح. فدي طبعا انا شايف يعني من وجهه نظري بالشكل اللي انا شايفه ان شاء الله منتخب مصر يبقى في المربع، وان شاء الله يبقى في ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. لو هتوجه، احنا للاسف حلقتنا خلصت، فعايزك توجه كلمه لمنتخب مصر كره اليد. انا دايما بقول هي الجمله المعتاده بتاعتي، ما فيش حاجه اسمها مستحيل، في ايدينا ان احنا نقدر
نوصل زي ما الناس كلها المنتخبات كلها وصلت لحاجه زي دي، احنا نقدر نوصل. ربنا معاكم ان شاء الله يعني بالتوفيق، وانا يعني مصر كلها في ظهركم، وان شاء الله ترجعوا لنا وتفرحونا زي ما دايما منتخب الهاندبول بيفرحنا. دي حقيقة. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله حضرتك نورتنا، وان شاء الله تبقى موجود معانا كده بعد المكسب. بعد المكسب ان شاء الله ده بيتي طبعا، واكيد ابقى موجود معاكم ان شاء الله، واتشرف بيكم ان شاء الله. ان شاء الله الشرف لينا. خلصت فقرتنا وحلقتنا النهارده، ولكن هسيبكم الفقره الجايه هتكون من حلقه سابقه، استنونا في حلقات جديده الاسبوع الجاي. يمكن الاسبوع ده ختام سعيد ان شاء الله. إن شاء الله هنبتدي الأسبوع الجاي بداية سعيدة إن شاء الله.